نتواصل معكم مشاهدينا في حديثنا عن الأنشطة والجمعيات أيضا والمبادرات التي تقوم بها مختلف الهيئات وأيضا المحافظات في المملكة. سننطلق الآن، يمكن كنا نحكي عن مبادرة لتمكين الأسرة الأردنية، لكن الآن إحنا رح نحكي عن مبادرة أيضا انطلقت من عجلون وأيضا كانت بتشارك مع الهيئات الشبابية في مختلف المحافظات. فاسمحوا لي أرحب أجمل ترحيب بالقادمين أيضا من عجلون ومن المفرق وأيضا من عجلون، حيث سنتحدث عن مبادرة عجلون للحفاظ على البيئة. ففي البداية رئيس هذه الهيئة أو المشرف أيضا عليها ومنطلق بها يحيى بريزات، أهلا وسهلا فيك يا يحيى. مشواركم طويل. الحمد لله. أهلا وسهلا فيك. كمان عندنا خالد القاضي، خالد من المفرق لكن من هيئة شباب المفرق، من اللجنة الشبابية وشبكتوا مع عجلون وبتشتغلوا كلكم مع بعض. أهلا وسهلا فيك. وعندي شفاء الخطاطبة، أهلا وسهلا فيك يا شفاء، من عجلون، متطوعة. نعم صحيح. وايضا انت متطوعه مع نهر الاردن. بالضبط. اهلا وسهلا فيك. انا كثير بنبسط لما اشوف هيك في شباب، في صبايا، يعني وقت فراغهم مش رايح هيك في تطوع. والتطوع احنا دائما بنحكي احنا ما بدنا مقابل، هو غيره على الوطن. صحيح. فاهلا وسهلا فيكم. استاذ يحيى، مبادره عجلون للحفاظ على البيئه اللي انطلقت بالسنة هاي 2014، لكن لها نشاطات كتير واسعة. أنا انبسطت إنها انطلقت من النواة تاعتها عجلون، لكن راحت للمحافظات الثانية. وإحنا منشوف عنا خالد، هيو خالد القاضي من المفرق. فنحكي عن انطلاقتكم، عن نشأتها، كيف جاءت الفكرة يعني، وليه اخترتوا الحفاظ على البيئة؟ يعطيك العافية ستي. بداية هو من 2014 بلش مشروع أو مبادرة عجلون، نحكي عن مبادرة كوبرا كانت تعنى بالهيئات واللجان الشبابية، أنه تكون شراكة بين اللجان الشبابية أو الشباب بالمحافظة. نعم. والهيئات اللي موجودة داخل هاي المحافظة. نفذنا مبادرات بسيطة على مستوى كل قرية من قرى عجلون بمعدل. نعم. كل لجنة شبابية كمجموعة شبابية أو هيئة شبابية يكون من ضمنها 10 شباب يشتغلوا على مبادرة، هم يختاروها، هم يصمموها، يحطوا كل إطار الزمني. نعم. التكاليف المالية، شو اللي يلزم هاي القرية. الهدف كان من هاي المبادرات أو هذا التوجه أنه كل اللجان الشبابية أو كل الشباب يطلعوا لاحتياجات كل واحد، يطلع لاحتياجات القرية اللي موجودة عنده، ومو بس يطلع وينتقد أو يحكي أنه في نقص أو شيء، يكون هو جزء من الحل. نعم. كان دورنا من خلال تنفيذ هاي المبادرة طول فترة المرحلة اللي هو قديش انه يكون نساعد الشباب، نشرف عليهم، نشوف شو احتياجاتهم، شو الاشياء التحديات اللي تواجههم ونقدر نشتغل عليها. نفذنا 45 مبادرة على مستوى قرى عجلون. 45 مبادرة نحكي بفترة زمنية بسيطة. يعني نحكي بسيطة على من بداية العام. بالنهاية كل اللجان الشبابية النشيطة أو اللي كانت متابعة وهي اللي كانت تدير العملية انتقلوا لمرحلة ثانية أو نحكي عن لفل ثاني من المبادرات. انتقلوا لمخيم شبابي لمدة 6 أيام بالعقبة. كان الهدف منه أنه يصمم مبادرة تخدم عجلون كمحافظة، أنه تكون هاي اللجان ما تشتغل بس على مستوى القرية، هي تخدم عجلون على مستوى عجلون بشكل كامل. فطلعت من مخرجات هذا المخيم نحكي عن احتياجات فعلية كانت تخدم عجلون بشكل كامل. نعم. وكانوا هم الشباب دورهم انهم نظموا هاي المبادرة بشكل كامل وعملوا مع اللجان الشبابية، دعوة اللجان الشبابية من كل محافظات نحكي 12 محافظة شاركوا معنا بهاي المبادرات وطلعوا بهذا العمل عظيم. رائع. يعني صراحة على مستوى الانجاز اللي تنفذ على ارض الواقع. وبالنسبة قديش ردة فعل المشاركين سواء من المحافظة او من خارج المحافظة، في تفاعل الحمد لله. أنا راح أرجع أحكي عن إحنا كنا عمالنا بنحكي في الفقرة السابقة عن كيف نستغل الميزة النسبية لكل محافظة، وعجلون إحنا إذا بنحكي عن الطبيعة الجغرافية والبيئية اللي إلها، يعني إذا تم استغلالها بطريقة صحيحة فهي مردود كتير كبير من ناحية تشغيل الأبناء عجلون فيها. راح نحكي عن هذا الواقع عندكم، لكن خالد من المفرق، خالد القاضي، يعني كيف عرفت عن المبادرة؟ كيف انضميت لها؟ شو الأشياء أو الأهداف اللي داخلك اللي خلاك تنضم لهيك مبادرة؟ طبعا أنت أكيد تخرجت من الجامعة. صحيح. تشتغل؟ حاليا لا. أنا بنبسط إنه أحكي لك إن شاء الله تجد فرص عمل، لكن أنا بنبسط إنه إحنا ما بنستنى فرصة عمل، بدنا وقت فراغ اللي نخدم فيه ويكون في عنا أعمال تطوعية. نستغل الوقت. البداية يسعد صباحك ست لانا. أهلا وسهلا. بحب أبدأ كلامي إنه مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، ومن هون بلشت مبادرتي للتطوع، لأنه الأفكار كثيرة وموجودة وكمان التغيير مطلوب. ولهذا الإشي طلعنا إحنا مجموعة شباب. نعم. من محافظة المفرق.
لا محافظة عجلون لا ندعمهم ونساعدهم وننجح مبادرتهم ونكون معاهم فريق، لأنه كمان برأيي العمل كفريق وفريق عمل تطوعي يسرع من تحقيق هاي الأفكار ويحقق التغيير كمان فترة زمنية قياسية. كمان بدي أحكي عن التطوع كتطوع، كلمة يمكن نمر عليها كثير بس للأسف ما فكرنا معناها الكبير والنبيل. بدي أحكي عن جزء مهم في التطوع، أنه ما يبادر فيه إلا الإنسان اللي عنده إيمان بفكرة أو قضية وبده يحققها بشتى الطرق وبشتى المجالات مع مواجهة كل التحديات والظروف. وعنده وعي. وعنده وعي صحيح. عنده وعي، يعني عنده. أنا بعتبر أي شاب أو صبية بدخل في مبادرة تطوعية معناته عنده فكر وعنده وعي. مشكلة شبابنا أنا بدي أحكي للأسف إنه وقت الفراغ من مضيها لنوم، لا إنترنت صحيح. لا على المولات لا في الكافي شوب صحيح. واضحة. فيعني إحنا لما نحكي عن تطوع معناته إحنا في عنا وعي عند الشباب موجود صح. كمان انه العمل التطوعي هو غريزه كمان موجود عند كل انسان، بس القضيه هي بذره نسقيها يا تنمو وتزهر او انها تموت. والرسول صلى الله عليه وسلم خير مثال وخير معلم لمفهوم وتعزيز العمل التطوعي، فعل مشكور ان شاء الله. حسيت حالك حققت شيء ذاتي في شخصيتك لما انضميت لمبادرات تطوعية؟ طبعا أكيد سبحان الله، يعني لما تبادري بعمل تطوعي أو بتصنعي تغيير إشي معين، بس تروحي على البيت أو إشي بتحسي أنه التغيير اللي فتيله إلك أو دخل فيه أكثر من اللي أعطتي، يعني اللي أخذتي أكثر من قدمتي قد ما قدمتي عمل تطوعي. هاي بدرة الخير الموجودة في شخصية الإنسان، أنه أنت كثير بتنبسط لما تشوف ترسم ابتسامة على وجه شخص أنت كنت صحيح. سببها صحيح، يعني رائع يعني. طيب سماح شفاء يعني متطوعة أصلا في نهر بالضبط. الأردن صحيح. وانضميت لمبادرة عجلون صحيح. نحكي وأنت أيضا يعني من بنات عجلون، من صبايا عجلون صحيح. فنحكي كيف انضميت المبادرة، كيف عرفتها، وشو الهدف اللي دفعك أنه تنضمي لمبادرة تطوعية وأنت أصلا مشبكة مع نهر الأردن كمتطوعة؟ صحيح. نحن حاليا انضمينا لمبادرة نهر الأردن عن طريق المراكز الشبابية اللي نحن تابعين لها. أنت تخرجتي من الجامعة؟ لا لساتني عم بدرس، طالبة خريجة إن شاء الله هذا الفصل إن شاء الله. الموضوع كان انه من خلال المراكز الشبابيه انضمينا للمبادره، من خلالها في البدايه اشتغلنا على المرحله الاولى، خدمنا في نفس المنطقه اللي نحن منها، بعدها زي ما حكى الاستاذ يحيى طلعنا لمخيم شبابي اجتمعنا فيه مع 120 شاب وصبيه من نفس المنطقه، عملنا فيها جروبات تعرفنا على بعض اكثر، حاولنا وناقشنا الامور الخاصه بالعمل التطوعي. وكنا يعني لما بتلاقي ناس مهتمين مثلك في العمل التطوعي عم بتزيد دافعيتك للموضوع. فلما انتهينا من العمل من المعسكر وهيك رجعنا بمبادرات كبيره بالنسبه لمنطقتنا في عجلون. فكانت اشتغلنا على 14 منطقة في عجلون نفسها، كنا موزعين على قرى ومناطق حتى ما كان انه مشمولة في المبادرات، يعني في مناطق بتكون بعيدة مثلا عن وسط البلد، بتكون بعيدة عن مركز المحافظة، فكانت مشمولة في المبادرة. الشغلة اللي صارت بعدين انه نفسهم الناس اللي عم بيشوفوك عم تتطوع، المجتمع المحلي عم تلاقي صارت زادت الدافعية عندهم بالنسبة انه لا بدنا نتطوع، بدنا نشتغل، بدنا نساعد. اليوم اجى عندنا 2000 متطوع من كان هو يوم السبت، 2000 متطوع في سنه واحده احنا بنحكي يعني عدد بيوم كبير واحد. لا يعني الفكره انتشرت بالتالي وصلت ل 2000 متطوع صحيح يعني. واجوا شاركونا كمان في العرس الوطني اللي صار في عجلون، كان توزعوا ال 2000 متطوع على كافه المناطق اللي كانت مشموله في المبادره، والحمد لله كان نتاجها جدا رائع، وكان يوم لا ينسى أكيد بتاريخ المحافظة وأيضا كمان بالنسبة للشباب. علمك العمل التطوعي عم بيزيد دائما عند الإنسان، بيزيد من مهاراته بيزيد من مهاراته، أكان في التعامل مع الأشخاص الآخرين، أكان في التفاوض، أكان في التواصل، يربي عنده فكر يعني. أكيد أكيد أكيد. طيب يحيى أنا بدي أسأل أرجع على موضوع لأنها انطلقت من عجلون، فبيهمني أنه أنتوا شملتوا كافة المناطق اللي تابعة لعجلون، وصلتوا لقرى عجلون. عجلون كانت كتير بعيدة عن المركز. عجلون إلها ميزة نسبية ما حدا بيستطيع ينكر، إذا تم استثمارها بطريقة صحيحة صحيح. من كافة النواحي وخاصة النواحي البيئية، أنا عم بركز لأنه لهي الجمعية المحافظة على البيئة، فإحنا منحل مشكلة كتير كبيرة فيما يتعلق بقضايا التشغيل بالنسبة لأبناء عجلون. شو وجدتوا الواقع بيحكي؟ الواقع عجلون يمكن هي ميزة مو بس داخل عجلون، حتى لكل الأردن، أنه نحكي عن الشريط الأخضر. طيب
الشريط الاخضر موجود، وقديش انه نقدر نركز عليه. ويمكن خلينا نلاحظ بالفتره الاخيره 2014 قديش تعرضت الغابات بعجلون لعمليه حرق، قديش اعتداء على البيئه، تقطيع اشجار. فهي كمان كانت رساله من الشباب، انه رساله من الشباب انه هاي الغابات اللي قاعده تنحرق هي ملك لكل الاردن، فخلينا نحافظ عليها. ايش الثاني؟ قديش نقدر نشتغل عليه كميزه زراعيه، كميزه سياحيه بعجلون، وقديش ممكن كفرص تخلق فرص عمل للشباب انفسهم. احنا اشتغلنا يمكن ضمن سلسله المشروع اللي نحكي عن تنفيذ مبادرات، جزء من تنفيذ المبادرات، جزء من تصميم المبادرات. نحكي مستقبلا ان شاء الله، يعني 25/11 راح يكون عندنا يوم وظيفي بالتعاون مع وزاره العمل مع الشركات، وقديش فرص العمل اللي موجوده ممكن يستفيدوا منها شباب عجلون. نحكي مع لقاء حواري مع المسؤولين بين الشباب المبادرون انفسهم، حوار مباشر. حوار مباشر، لاني يعني انا كجزء من الشباب اللي قاعدين يشوفوا هاي المشكله مو قادرين يحكوا بيها، او مو صوتهم مو واصل، فهي فرصه انه يحكي بيها. وقديش نطلع مستقبل، انه لما نحدد احتياجات، انه يكون تحديد احتياجات لمحافظه عجلون من وجهه نظر الشباب، نحكي عن الفئه العمريه من 18 ل 30، هم ادرى الاحتياجات. وعاده ما ترسم الاحتياجات هم ما يكونوا جزء شريك بيها، اما يكونوا مداوم بالجامعه، يكون بعمله، يكون بعيد عن هذا. فرصه انه تكون هاي الدراسه لواقع احتياجات المحافظه من وجهه نظر الشباب، ومو بس انه واقع احتياجات وحلول، شو حلول المقترحه من وجهه نظرهم، وقديش نقدر نشتغل عليها مع الشركاء اللي موجودين سواء من مؤسسات او مع الدوائر الحكوميه. انه قديش نقدر نشتغل في تعاون يحيى مع، يعني نحكي بكل موضوعيه، انا بهمني قضيه تعاون المؤسسات والجهات الرسميه معكم في تجاوب، وخاصه فيما يتعلق بتعاون القطاع الخاص. هل في تعاون وين؟ انه قديش يحققوا للشباب الموجودين؟ يمكن نحكي عن كمحافظه عجلون بالذات، هي كنسبه شباب متعلمين عاطلين عن عمل، وهاي النسبه قديش انه ممكن الشركات تستفيد منها، او قديش انه الشركات تقدر توظف هاي الطاقات اللي موجوده وتستثمرها، وقديش البيئه اللي موجوده، البيئه خصبه اللي موجوده بعجلون، انه ممكن ينبنى عليها كاستثمار. انا بدي يعني يمكن اعطيك ملاحظه، كان في فقره اذا تابعتوها قبلكم، الفقره الاولى جمعيه تمكين الاسره الاردنيه وعندهم هيئه للمعطلين عن العمل، بيجدوا فرص عمل للشباب، وصفوهم يعني كاملة بضلوا معاهم. أنا بدي أعطيكم بس ملاحظة، إذا ممكن يتم تعاون بينكم بين الست سماح مسنات، على فكرة رح تجدوا في صدى، ورح يكون في تعاون إيجابي يعني بإذن الله. فبركي شبكتوا مع بعض، هيك كانت وجودكم اليوم يعني فرصة هون حتى تعرفوا على بعض كمبادرتين. طيب خالد، أنا بدي أسأل على موضوع الواقع، شو بيحكي؟ إحنا كنا عم نحكي مع يحيى إنه الشباب هم أدرى في واقعهم، أدرى باحتياجاتهم، هم اللي بيعطوا الأفكار، فيمكن إشراكهم في اتخاذ القرارات أحيانا قد يغيبوا لأنه ظروفهم، أو أحيانا اللي بيشتغل في الجامعة، اللي بيداوم في الجامعة، اللي بيشتغل في مكان. الآن أنت كشاب وكمتطوع، والآن اتخرجت من الجامعة وبدك فرصة عمل، الواقع شو بيحكوا؟ وين المشكلة عندكم أنتوا كشباب؟ وين بتحسوا المشكلة موجودة؟ بصراحة يعني بكل صراحة، المشكلة بالهيئات اللي عندنا، مثلا التدريب الشباب، يطلع الشاب متخصص تخصص معين، طبعا البدن المدى البعيد مش عارف وين راح يوصلوا التخصص هذا، يعني مين راح يتبناه، يصل لمرحلة مفروض الهيئات هاي المحلية بس تدريب للشباب، تدربهم تأهلهم عشان بس انه يكون قادر يتلقى هاي فرصة العمل ويوصلها ان شاء الله. ان شاء الله. سماح، كمان انا بدي اخذ من خلال تجربتك كمتطوعه، والان انت يعني طالبه وعلى ابواب التخرج، الان شو في عندك مقترحات حتى نحل هاي المشكله عند الشباب والصبايا؟ حقيقه انه نحن حاليا العمل التطوعي بيفتح لك بوابات للمستقبل، للعمل يعني مستقبلا ان شاء الله. نحن كان العمل التطوعي اللي دخلنا فيه ما كان بس انه مشروع جاهز ويلا ادخل اشتغل، بالعكس نحن كان لنا وظيفتنا ان نشبك مع المؤسسات، نشبك مع المحافظه، نشبك مع البلديات اللي ممكن تساعدنا في عملنا. كان الموضوع انه ما باخذ انا شيء على الجاهز زي ما بيحكوا. فانه في المستقبل ان شاء الله انه العمل التطوعي رح يفتح لك باذن الله بوابات، انه على اساس انك تقدري تلاقي وظيفه وفرصه عمل، على اساس انه انا عندي قدرات، عندي مهارات بتاهلني اني اخذ فرصه العمل اللي عم بتناسبني. وهكذا ان شاء الله. يمكن انا سؤالي الاخير يحيى، شو في عندكم تطلعات مستقبليه في ظل هالتحديات؟ يعني منيح اللي بضل عندنا امال اذا في تطلع تحديات كبيره.
الامل موجود الأمل والحمد لله، يمكن معنوياتنا يعني بعد يوم السبت معنوياتنا كانت اكبر. هلا شوف انا بضلني احكي في الحياه مهما كانت في تحديات ما دام في روح حلوه صحيح. بتسهل كل التحديات. صحيح. يمكن بس بدي اضيف هنا شيء ملاحظه انه قديش من الشباب خصوصا طلاب الجامعات اللي شاركوا معنا بهاي المبادره ونحكي قديش لغه الحوار بين الشباب بين يعني بتوجهات المناطق التوجهات المناطقيه او توجهات العشائر على مستوى الجامعات قديش يكون هذا الخليط بين الشباب، قديش يكون فرصه انهم يعملوا مع بعضهم يشتغلوا مع بعضهم يحسوا انه هذا العمل لهم. لكن املنا ان شاء الله كبير وراح نقدر تكون هاي نقطة الانطلاق إن شاء الله. انا بدي احييكم وان شاء الله هالامال والتطلعات والطموحات تتحقق على ارض الواقع. بدي احيي روح المبادرات الشبابية التطوعية. اهلا وسهلا فيك يحيى بريزات وحضرتك رئيس لمبادرة عجلون للحفاظ على البيئة. اهلا وسهلا فيك خالد القاضي من المفرق، تحياتنا لاهل المفرق. واهلا وسهلا فيك يا شفاء خطاطبي كمتطوعة، انا بحييكي. والمخرج حضر لكم أغنية على عجلون. أهلا وسهلا.